عدينا المرحلة الأولانية، المرحلة الصعبة، أول مرحلة اللي فيها شجون كتيرة ومشوار طويل من كفر الشيخ لغاية القاهرة وللنادي الأهلي. تفتكر أول ماتش لعبته في الفريق الأول في النادي الأهلي؟ طبعا أول ماتش ليا رسمي كان قدام نادي الزمالك. كان ماتش في الكلية الحربية، كان تاني ماتش في بطولة أفريقيا بتاعت 2012 بتاع الترجي، فاكر اللي هو بتاع وليد وجده في النهائي. الماتش ده كان أول ماتش ليا، نزلت مكان كابتن محمد أبو تريكة. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض. أصلا الماتش ده ليه حكاية كده قبليها. قول. إن أنا كنت المفروض أتقيد في أفريقيا. حلو. فشهاب كان شهاب وسعد سمير كانوا بيلعبوا الأولمبيات، فكان كابتن أبو تريكة وكابتن عماد متعب وكابتن أحمد فتحي كانوا هما في الأولمبيات وجايين عشان يلعبوا الماتشات دي ويرجعوا. فهم جم قبل شهاب وسعد. فكابتن حسام جه قال لي انت لعيب كويس، كنت لسه صغير كان عندي 17 سنه، انت لعيب كويس وانت هتفضل معانا في الفريق الاول، بس مش هقدر ايدك فريق اول عشان احنا هنجيب لاعب ومحتاجين المكان، بس هتفضل معانا. فطبعا انا زعلت جدا جدا ان انا ما كانش في دوري، انا لعبت في النادي 2012 ما كانش لعبت في فريق اول، ده حاجه صعبه انك تلعب فريق اول ومفيش دوري انك تلعب معاهم في افريقيا. فدخلت الاوضه زعلت جامد، فاللعيبه تقول لي معلش ما تزعلش فرصتك جايه. فلقيت عم سيد داخل الاوضه. عم سيد انت عارف عم سيد؟ عم سيد يعني في غرفه الملابس يعني. عم سيد عواد. دخل تريزيجيه انت فين انت فين؟ فانا بقول له في ايه؟ قال لي كابتن عايزك. كابتن حسام. اوكي. فقلت له كابتن. ده في نفس اليوم؟ في نفس اليوم بعد التمرين يعني. دخلت الاوضه وهو مناديل. انت معاك لبس نوم؟ ما كانش معايا. قلت له معايا. مع كوتشي؟ قلت له معايا. كل ده مش معايا حاجه خالص. يلا سافر، يلا تروح معانا. ايه هتيجي معانا الماتش؟ شهاب وسعد الثلاثه اعترض بيهم مش هيجوا. يا نهار اسود، انت بتتكلم بجد؟ والله مش هيجوا، مش هيجوا الماتش. كان ماتش ايه ده؟ كان ماتش الزمالك. الزمالك هتلعبه؟ الزمالك واتخذت في السكور. رحت كنت قاعد في الاوضه مع كابتن حسام غالي، فطبعا انا طالع من الفريق الاول في الاوضه مع كابتن حسام غالي. ده كده بالصدفه يعني؟ مش بالصدفه، هو كابتن حسام غالي اختارني اقعد معاه كده. فانا قاعد مع كابتن حسام غالي في الاوضه وكنا في رمضان كمان ساكت بقى. ما فبقول لي يا ابني مالك فين؟ انت قاعد كده ليه؟ اقول له لا انت المفروض كابتن حسام غالي برضه كده. مديله طبعا وضعه كابتني وكابتن مصر طبعا. بلدياتك كمان وطبعا. فجيت في جيت رحت النادي الملعب، في واحد يطلع بره السكور، فانا اللي هطلع بره السكور طبعا. مفيش غير انت مبسوط ان انت رحت وخلاص. انا مبسوط، انا لابس ترنج والدنيا حلوه. بس ما قلتليش جبت الكوتشي منين؟ الكوتشي كان لعيب الدوري كان كريم، كابتن محمد بركات اداني كوتشي او حد اداني كوتشي من خدت كوتشي من اوضه اللبس. يعني اوضه اللبس اي كوتشي انا معايا كوتشي. وهناك هتنام باي حاجه، اي حاجه مش هتفرق. مش هتفرق تمام. فجيت لقيت نفسي في السكور، وكان احمد صديق كان لسه جاي من الاسماعيلي. كان جاي مكسر الدنيا. كان طالع بره السكور وانا دخلت. فاحمد صديق دخل مش مصدق ده، انت اللاعب ده اصلا كان بره، كان بره القايمه خالص. المهم دخلت الماتش اول واحد قمت اسخن ايه ده في ايه. ونزلت على طول بدل كابتن محمد ابو تريكه، والحمد لله كسبنا الماتش ده. كان كابتن ابو تريكه جاب جون بدماغه. كسبنا 1-0 وخدنا البطوله دي ساعتها. سبحان الله. ما انا بقول لك هي الحكاوي دي هي اللي دايما بتعرف الناس قد ايه الواحد بيتعب عشان كده ربنا بيكرمك. عشان كده شهاب وسعد الطياره اتعطلت. هو في طياره بتعطل في لندن يعني الناس دي مش هتعطل. هو سعد وشهاب الصراحه وما جوش وكده. فكابتن حسام اضطر خلاص اللي هو يقيدني. ملهاش حل، ملهاش حل، انا هتتقيد. وكان مؤمن بيا، ما هو اللي يقيدك وياخدك يلعبك ماتش الزمالك فده واحد واثق فيك. وكابتن حسام كان مديني ثقه جامده ومن الناس اللي وقفت معايا فعلا. طلعت فريق اول وكان مديني ثقه قوي يعني. كنت بلعب مع لعيبه كبيره بس كان بيقول لي ما تخافش. انا طلعت الفريق الاول انا كنت باكل النجيل. انا كنت اسال اللعيبه الكبيره كانت بتلعب كانوا ساعات بيتضايقوا مني، ضايقوا مني جامد. تروح تاكل اناكل؟ انا بروح اناكل، انا اسف كله. فانا الاقي اللي بص لي هو عايز كده بس بيلاقيني انا اسف. انا بتمرن. بس كابتن حسام كان بيحب التمرين ده، بيحب كده، بيحب الشكل. وجوزيه طبعا. اما شاف كده اصل الناشئين كلهم بيطلعوا بيبقوا كشين شويه. بيبقوا مثلا يشوفوا ابو تريكه، يشوفوا بركات، شخصيه بيبقوا خايفين. انا كنت طالع، انا الحمد لله انا كنت بشيلهم كلهم من الملعب بجد. اسالهم حتى كانوا ده جده قال لي كابتن حسام بقول له بعد اذنك يا كابتن خلي تريزيجيه يتمرن ساعه لوحده في الجيم، دخله الجيم عشان نعرف نتعامل معاه. عشان نعرف نتمرن بالراحه. لان انا كنت بنزل جعان، فرصه مش هسيبها. انت واحد جاي من ما فيش وصلت لدول. فتبقى قد اللي انت موجود فيه وقد حلمك، يا تقعد في البيت بقى وتلعب في اي حته ثانيه.